السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع جميل اسمه كيلينج اي اي. الموقع دوت بتديله برومت يحولك لفيديو، يعني كل اللي انا عملته ان انا بس ايه بديله تكست صغير خالص، هو يبدا ان هو يعمل لي الفيديو بالشكل دوت. انا قلت له اعمل لي سمارت سيتي فعملها لي بالشكل دوت. ممكن تقول له مثلا انا عايز ناس من كل المصريين بيلعبوا شطرنج، فيبدا يعمل لك الفيديوهات بالشكل دوت. هنا مثلا قلت له علم على القمر بس ما حطش العلم اللي عايزه، بريتو الله اون ذا مون، فعمل لي كده. طيب خلينا نبدأ نعمل دي. فيديوهات كتير انا عملتها من خلاله، وصراحة كان الأداء بتاعه حلو جدا. يعني دي الداشبورد، ممكن اقول له AI image فاقدر اعمل صور من خلاله او فيديوهات، او تعمل فيديو اديتور عايز تعديل بسيط فتقدر انت تعمله بدل ما تخش على برنامج متخصص. طيب خلينا نديله مثلا برومت واقول له مثلا، لا على فكره هو بيقبل عربي، يعني لو كتبت له عربي بيقبل، انجليزي بيقبل، لكن اداؤه في الانجليزي بيكون افضل. وعندي خاصيه اسمها ايمج تو فيديو، تدي له صوره وهو يحولها لك لفيديو. مثلا هقول له قطط تسبح في المياه، تمام، واقول له جنريت. هنا بيقول لي نسبه الكرياتيفيتي، هل انت عايزه يبدع يعمل حاجات غير متوقعه ولا عايز حاجات ستاندرد، وعايزه كام ثانيه. العشر ثواني دي اللي هي بفلوس، تمام. هنا عايز الاسبكت ريشيو هيبقى عامل ازاي، حركه الكاميرا، نيجاتيف برومت لو في حاجه انت مش عايزها تدخل معاك، يعني مثلا مش عايز مباني مثلا، او مش عايز اشخاص معينين او كذا، فتقدر انت تستثني اي حاجه. يعني ممكن تقول له انا مش عايز اي لوجو، انا مش عايز اي شوشره، مش عايز ادي زياده، فساعات هو بيزود ادي من عنده فيبدا بقى يعمل لك الفيديو. في موقع تاني كنت بقول له حول لي البرومت لفيديو قعد اكتر من ساعه، فده يعتبر سريع. فيظهر عندك الفيديو بالشكل الجميل دوت، تمام. ده فيديو معمول مخصوص عشانك، يعني مش دور على النت ولا لا، ده اتعمل عشانك، فهي حاجة احترافية. تقدر تعمله داونلود بس هو يحط ووتر مارك، لكن ووتر مارك صغير، ما يعني مش حاجة تضايق يعني. وتقدر تلغيه لو انت حابب ان انت تلغيه زي ما انت عايز. زي ما انت شايف الموضوع سهل جدا وبسيط، تكتب بس البرومت وتقول له جنريت ايمج تو فيديو، تقدر ترفع اي صوره وتقول له عدل لي فيها كذا، يعني تقول له مثلا خلي الصوره دي تبتسم تضحك تتكلم، فده انا كنت عملتها هنا برضو. تقدر تديله اي صوره وتقول له خليه مثلا كانه بيتكلم، كانه بيشرب شاي، بيشرب قهوه، وهكذا.